وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن وأشد الذنوب عند الله سبحانه ما استهان به صاحبه. أيها الناس إنه لا كنز أنفع من العلم ولا عز أرفع من الحلم ولا حسب أبلغ من الأدب ولا نصب أوجعه من الغضب ولا جمال أزين من العقل ولا قرين أشر من الجهل ولا سوءة أسوأ من الكذب ولا حافظ أحفظ من الصمت ولا غائب أقرب من الموت لن ينجو منه غني بماله ولا فقير لإقلاله. أيها الناس إنه من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ومن رضي برزق الله سبحانه لم يحزن على ما فاته ومن رضي بما قسم الله له لم يأسف على ما في يد غيره ومن ضعف عن حفظ سره لم يقوي لحفظ سره غيره من عامل بالبغي كوفئ به ومن سل سيف البغي قتل به ومن حفر لأخيه المؤمن بئرا وقع فيها ومن هتك حجاب أخيه انكشفت عورات بيته ومن نسي زلله استعظم زلل غيره ومن سفه على الناس شتم ومن أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط العلماء وقر ومن خالط الأنذال حقر ومن حمل نفسه ما لا يطيق عجز ومن كابد الأمور عطب ومن غلب عليه الغضب لم يأمن العطب ومن كثر لهوه استحمق ومن اقتحم اللجج غرق ومن آخى في الله غنم ومن آخى للدنيا حرم ومن دخل مداخل السوء اتهم ومن كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار من أطال الأمل أساء العمل ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه ومن أزرى على غيره بما يأتيه فذلك الأخرق بعينه من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح على الله ساخطا ومن أصبح يشكو مصيبة أن نزلت به فقد أصبح يشكو ربه ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دينه
ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط منها بثلاث هم لا يغبؤه وحرص لا يتركه وأمل لا يدركه أيها الناس إنه لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا جمال كالحسب ولا ظهير كالمشاورة من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم ومن أحسن أفعال القادر أن يغضب فيحلم أيها الناس في الإنسان عشر خصال يظهرها لسانه شاهد يخبر عن الضمير وحاكم يفصل بين الخطاب وناطق يرد به الجواب وشافع تدرك به الحاجة وواصف تعرف به الأشياء وأمير يأمر بالحسن وواعظ ينهى عن القبيح ومعز تسكن به الأحزان وحاضر تجلى به الضغائن ومونق تلتذ به الأسماع تكلموا تعرفوا فإن المرأة مخبوء تحت لسانه لسان المرء من خدم عقله وقلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه أيها الناس أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها أباط الإبل لكانت لذلك أهلا لا يرجون أحد منكم إلا ربا ولا يخافن إلا ذنبا ولا يستحيين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحيين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلم فإن قيمة كل امرئ ما يعلم فتكلموا في العلم تتبين أقداركم وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه الناس أبناء ما يحسنون وقيمة كل امرئ ما يحسنه بكثرة الصمت تكون الهيبة وعدل المنطق يوجب الجلالة وبالنصفة يكثر المواصلون وبالإفضال تعظم الأقدار وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال وبالتواضع تتم النعمة وباحتمال المؤن يجب السؤدد.